و12 دقيقة في برنامج يوم سعيد. ضيف الماتينال. إذن ضيفنا كما قلت قبل قليل هو رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سي سمير جرابا. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله تكون حصة باهية وعودة مدرسية لأبنائنا. إن شاء الله أبنائنا يكونوا مرتاحين برشا. إن شاء الله عودة ناجحة. ناجحة، احنا خدمنا صيف كامل لظيمتهم في كسخانة تعسنا بالذات، الآلات تعبت تحدثوا عليش، وكل فائدة الصغيرات، وإن شاء الله يرجعوا يكونوا فرحانين ويكون احنا قمنا بواجبنا نحوهم. إن شاء الله تكون الأمور توا بنسبة كبيرة جاهزة استعدادا للموسم الدراسي الجديد. افكتيف مال الكتب تقريبا كلهم جاهزين، يعني مع بعض العناوين اللي هما ان شاء الله من هنا في العشر ايام الجايين، اليوم احنا 1 سبتمبر، يمكن من العشرة حتى قبل يكونوا كلهم جاهزين على ذمة ابنائنا التلاميذ. نعم سي سمير، اذا تؤكد انه كل شيء جاهز تقريبا بنسبة 99%؟ ولا اي يعني حاجة به، فما نقائص في بعض الأشياء، فما بعض الإخلالات اللي صارت، فما بعض الصعوبات. إخلالات لا، نقائص ما نقول لا، أما كنا نجمو نعملوا خير برشا من هكا لو كل، لأن اليوم العودة المدرسية الناس الكل هي ترجع كما تقول أنت للغرفة صنع الكتاب والمطابع وإلى آخره، لكن السنة بالذات بدينا في وقت متأخر جداً، ومش سنة برك هو لا محالة، لأنه هالتأخير هذايا في صناعة الكتاب وكل، وجينا مع الصيف مع السخانة راهي حتى الآلات ما تتحملش، بخلاف العباد معناها العمال وموظفين والآلات، تصور معناها 13 مليون كتاب يخرجوا من المطابع باش ينزلوا من المركز من كاميونات، وبدو هو المركز يوزع فيهم على كامل تراب الجمهورية. معناها من العجائب شوية أن نقعدوا كل عام حتى في سبتمبر و10 سبتمبر و15 سبتمبر، في العادة كنا نجم نحضر نهار 30 جوان ونهار 30 جويلية على أقصى تقدير، يكون شهر أوت لتوزيع الكتاب داخل الجمهورية التونسية عند المركز الوطني البداهوشي. أما هذه كل عام نحن نوفيه في الوقت هذا، هذا مش معقول وما نجموش يتواصل، لأنه قد ما يتواصل الشيء هذا قد ما الآلات متاعنا معاش تحمل. اليوم مثلا نخدمه ومع المركز البداهوشي معنا كونترا، معنا عندنا بعض العقد، عقد عقود كل كتاب عقد على روحه، ويزم عدد الايامات بالضبط، عدد كذا بالضبط، لا يقراوا حساب ضوء قص ولا آلة تحت، يعني فما اجال محدده، ما اجال محدده بالتدقيق ماتيماتيك، وبطبيعه ضروري يكون فما التزام، وفما التزام طبعا هكاش قلت لك، المتابع التزموا الى ابعد حد باش يجيبوا الكتاب في وقته، على الأقل في وقته. اليوم نحن ما زلنا نبحثوا على الكتاب في وقته، لكن نزمنا توا نبحثوا على الكتاب قبل وقته حتى تكون ثم جودة. أي سي سمير، باش ندخلوا في بعض التفاصيل حول الكتب والورق والمستلزمات هذه والأدوات المدرسية وغيرها. المواطن التونسي بعد فترة الصيف والاصطياف، ومازالوا الناس، بعض الناس مازالوا في العطلة بتاعهم ومصيفين وكذا، باعتبار انه مازالت حرارة ومازالت فما رغبة من بعض الناس باش يمشيوا للبحر ويتفرهدوا، يعني فما جيوب معناها ثقيلة بالمصاريف. ان شاء الله مستلزمات الابناء والتلامذه ما تزيدش تثقل هذه الاعباء على الولي وعلى العائله التونسيه. والله سي الحبيب، خاطر التلميذ الواحد يكلف العائله. سي الحبيب مرحبا بالسؤال هذا، وانا نعرفك انسان مثقف مش جديد عليك باش نقول لك الكلام هذا، لكن لما نمشيو نحكيو على الادوات المدرسيه وخاصه الكتاب والكراس، الا ونلقاو الاغلبيه وخاصه وسائل الاعلام تاثر على كاهل الولي والتلميذ في معناها ثمن العوده. لكن كما قلت انت، كان يصيف المشي في البحر، مشي وجاي في الكار ولا في كهربة ويسانس، هي العوده المدرسيه بكل. صحيح. انا مش نحكيو، شوف البترول كنا من 20 سنة ولا أقل كانت 18 و13 و15 دولار، وصل ل 170 رجع 180، ولا واحد يتكلم يخلص ويمشي. الستيك اليوم هي وحدها احنا ونخدموا به، احنا في الشهر الستيك تجينا 60 مليون، نجي وكنت يجيو 10 و12 و15 ملتيبلي. لا كلامك صحيح، لكن كي يجوا لي الكتاب والكراس يولي غالي. سي سمير،
برشا مرات نعمل ملاحظات كيفاش المواطن يشتكي من بعض المواد الغذائية ارتفعت في الأسعار متاعها 100 مليم ولا 200 ولا 300 مليم، بينما لا يناقش كاس عصير برتقال ب 15 دينار مثلا ولا بيتزا ب 40 دينار ولا مقهى قهوة صغيرة، وهذا حق مش نقول أنا حق القهوة يبيع رخيص، لكن غلاء المعيشة موجود والتطور متاع المعيشة، وندخل في حديث اقتصادي أكثر من الكتاب. الدولة بيدها، دول العالم مش دولة، لو ما ثماش تضخم، لو ما ثماش ارتفاع في الأسعار، الدولة الدول مش دولة تونسية تموت. لأنه مثلا أنت تشري دار اليوم تخلص 6% على دار ب 10 ملايين، مش خلص 600,000، بعد 20 سنة يلزم دارك أنت بقدرتي قادر ما عادش تسوى 20 مليون، يلزمها تولي تسوى 100، باش أنت كي تخلص 6% تخلص 6 ملايين. لأنه الحاجة الدولة بالضرائب هذو بالأداءات باش تبني طرقات، باش تبني مستشفيات، مدارس، اكسترا، الدنيا تغلى. لكن لو كنا نقعدوا كل شيء رخيص ما عادش نجم نواجهوا حد شيء. نعم سي سمير، إذا الكتب جاهزة في ومتوفرة توا في المكتبات بنسبة مهمة بنفس الأسعار تاع الموسم الدراسي للفارطة، نفس الأسعار وهي بنفس هاي ما زادتش، ما زادتش، يعني كل شيء قاعد يزيد، ما زادتش على خاطر ثم ضغط سنوات، ضغط كبير من الحكومة، من الأعلام، من المركز البيداغوجي، من كذا على المطابع باش ما يزيدوش في أسعارهم. ثم حاجتين، هذا يكبدكم خسارات، يكبدنا لو نعملوا أناليز فينانسيير خسائر كبيرة. علاش الخسائر اليوم ما تظهرش الخسائر؟ ليش ما تظهرش؟ لأنه اللي عنده آلة ويخدم بها يجيب الكتاب يدخل، مثلا أنا صنعت كتاب ورق بدينار بعته ب 12%، أنا كزا ماكسيموم زاد 12%، يقول أنا خرجت 7 لاباس، لكن على لونغ حتى مطبعة ما هي قادرة باش تجدد آلاتها وتحسن وتتبع العالم وكل، لأنه مثلا ماش ربح، مثلا ماشي كلا مرتيسمون، مانيش نحسبه حد شيء، اللي يمجاري ماكينة ولا يدخل بها في مصروفه ويخلص خدامته وكل 7. ثم حاجتين، ثم الضغط هاكم انت مثلا الاعلام، هاي الدنيا غاليه، هاي الكراسه غاليه، قالوا لكم الكتاب والكراس مع بعض في حقيبه نتاع التلميذ ما يجيوش 10 و15% من ثمن العوده. لما تشوف انت مثلا قداش كنا نعملوا في الانسكريبسيون، الانسكريبسيون باش يمشي ترسيم، ترسيم نتاع التلميذ في المدرسه العموميه ولا في درس خاص، دي حق الكرتابلي. لو نمشيو نشوفوا الكرتابله بيدها المحفظه بقداش، التروسو اللي يحطوا فيه الاقلام وكله بقداش، حق العوده المدرسيه كتاب وكراس. لكن في ذهن الناس وفي ذهن الاعلام، ما احتمال نحب الاعلام منهم ونحبهم، لكن معناها اثر على الكتاب لدرجه انه الكتاب ماشي في بالهم غالي، كسوى الكتاب المدرسي والكتاب الثقافي، هو مش غالي، مش غالي، اما احنا دخلنا في الانكونسيونس. ايه ولكن قاعد سي سمير نشوف في كراسات ب 10 دينارات، كراسه يا رسول الله. هذوك الكراسه ب 10 دينارات، ال 10 دينارات اليوم هما 3 اوروات. والورق كنا نشريو 500 صفحه، كنا نشريو فيهم ب 4500 400 باج، معناك الاوراق الاورديناتور لا 4 نقولوا احنا. ايه اللي نخدموا بهم. اللي نخدموا بهم. اليوم وصلت ل 20 وتوا رجعت ل 14 و15 كما هذوك. 500 ورقه، 500 ورقه ب 20,000 تو وصلت 14 و15 دينار. ما سمعتش قالوا شبيه الشيء هكا. قالت هذاك السوق العالمي. خي الكراس ما مصنوع بالورق هذاك. اذا كان 500 ورقه من هذيك لا تباع لا حبار لا كولا لا وايرو لا حد شيء ب 20,000، من الكراسه قش مش تولي. باه المركز الوطني البيداغوجي منين يجيب في الكراسه؟ لا ما عندوش كراسه المركز البيداغوجي. الكتاب، الكتاب، الكتاب نطبعوه نحن المطابع، ناخذوا الورق من عند، ناخذوا، استعملت كلمه ناخذوا، ناخذوا الورق من عند شركه العجين الحلفاء والورق بالقصرين، في القصرين نحيوهم، كنت نرجعوا عليه نقول لك نحيوهم، لانهم هذو الناس ما راهي الحلفة راهي ما تصنعش الورق متاع الكتاب ولا متاع الكراسة. ما لفاش تصنع؟ تصنع، كانت تصنع، يلموا النساء ولا سكان الجهة بصفة عامة، يلموا الحلفة ويبيعوها للقصرين اللي يتعملها عجائن دي بات. والبات هذيك كنا نصدروا فيها لأحد مصنعي الدخان في العالم. باه ما نقولش ماركة من الماركات. ماركة من الماركات، هي ماركة عالمية كبيرة تعمل برشا أنواع. هي ماركة هذوكم يعملوا بها، لأنه الورق اسمع الماركات تاع الدخان الكل خايبين. اي اي هو دخان بصفة عامة، شكون لك من انا ما نتكيفش شخصيا. والحمد لله. ياخذوا الدخان ويشعلوه، الورق نتاع الحلفة هو اللي يشعل الدخان. لأنه يعني كانوا نبات. إلا أنه الورق نتاع ليكريتور إي ليديسيون كتابة
ونشر هذوما ورق كل ما وعجائن اخرى ما يشالش وصناعه اخرى جايه اما من الليزار من الاشجار الاشجار او شيميك ما عندهاش علاقه بالحلفة جمله وتفصيلا. احنا في تونس نعملوا توريد العجائن ومعمل القصرين هو اللي حولها الى ورق هو يبيع الحلفة والعجائن الحلفة باش يعمل للناس تعمل في الدخان ويعمل الامبورتاسيون ومبيعاته مهمه. والله في وقت من الاوقات كانت مبيعات مهمه جدا توا ما سماش لاسباب انا ما مش وقته باش نقولوا حسب ما نعرفوا كمواطنين ما اسباب اخرى ما عندهاش علاقه لا بالكتاب ولا بالكراس. نعم كنا احنا صغار نعملوا رحلات مدرسيه ومن الرحلات اللي قمنا بها الى معمل الحلفه عجين الحلفه بالقصرين. القصرين بلاد مزيانه فيها عجين الحلفه وفيها اكبر تقريب منطقه اثريه في الجمهوريه التونسيه. صحيح فيها مخزون عظيم وهي منطقه من اعز ونفخروا به من اعز مناطق البلاد التونسيه. نعم إذا نطمئن الأولياء أنه كل شيء متوفر في المكتبات إن شاء الله كل شيء فمش بعض لأنه يعني نذكر أن في بعض المواسم المدرسية يدخلوا تلامذة يقرأ ويوصلوا يقرأوا شهر وشهر ونص وشهرين وبعض العناوين مش متوفرة. سيدي حبيب قاعد تكلم فيه على سنوات التسعين قبل حتى التسعين ما عمرنا ما وخرنا أكثر من يوم واثنين وثلاثة أيام بعد العودة المدرسية من 20 سنة ونعطيك معلومة هذه مستحيل وعمرنا ما وصلنا لك. اما الحاجه المشبهة رانا نخدموا في الصيف راهي عملناها الالات تطيح راهو ما نجموش نصلحوهم حتى كان مش مشون نشريو بعض منها اي ما فما صيانه عادوا فما الصيانه سي الحبيب شوف الناس فنيين يخدموا في الصيف تعب مش كهو مش كان تعب حتى كي نشري مثلا في سيارتك انت نفس الشيء هي اله تمشي تلوج على قطعه القطعة في السيارة ربما موجودة مخزونة في تونس عند بائعي القطع الغيار أي. لكن في الآلات الطباعة والتصفير وكذا مش موجودة. شو فما محتكرين لا 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 لأن الآلات هما سبيسيال مثلا ماشي قطعة موجودة تصلح لكل الماكينات الكل خاطر تلقى واحدة مثلا من نوع كذا سيارة من نوع كذا برشا أنواع وبرشا بلدان وبرشا كذا أي. لما تطيح قطعة يمكن تكلم المصنع متاعها باش يحضرها لك المزود يعني. المصنع مش المزود مش الجروسيست المصنع بيدو تلقاهاش عند مزود مستحيل في العالم كيك هذوما آلات سبيسيال ماهوش آلات خاصة موجودة مش تطلع تزهبط من الطيارة تلقى حانوت تمشي تشري منه وتخش لا تكلم المصنع يحضر لك هو عنده ستوك جينيرالمون ساعات ما عندوش ولكن المشكل في الصيف مثلا كي تجي تشري تلقى في اوت فرميتور انويال ناس مكنجة في الخارج لأن الكتب المدرسية في جميع أنحاء العالم أنا نخدم الأفريقي مثلا الكتب نتاعهم يكونوا حاضرين في شهر ماي وجوان الا هذه في جو في 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 الكتب المدرسيه الا في تونس تحضر في اخر سبتمبر واخر اوت ونبداو نلوجوا عوده مدرسيه ناجحه لاسباب عديده متعدده هذه كما قال الاخر في مهرجانات الفعض الفنانين يشيخوا يرتاحوا في الصيف باش يعملوا منها انتاج غزير في الشتاء يجيو في الصيف ويقوموا عروسات وكرتاج ودرشكون 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 وفي الشتاء يبقى راقدين دافين تحت العبانة لا فما اللي يدبر في راسه ويخدم على روحه شويه شويه ثم اقل بطبيعه احنا ماذا بينا نوليو نخدموا العام الكل في الصيف نرتحوا الاتنا ونعملوا لونتريتيان ونجيبوا القطايع وكل شيء بلو حاضرين باش ننطلقوا من جديد والتلميذ وحتى الاولياء تصور انت الكتاب نتاعه والكراس نتاعه موجوده في شهر جوان وجويليا الاولياء اللي تقول لي انت مشاو يصيفوا واني ينجم ينقص كعبه بيتزا ولا ينقص ما نعرفش شنو ثمانية سخره ما يعرفوش شنو هذا كنا نعرفوه نحن ينقص كعبه باش يشري كتاب لولده وبعد ينقص حاجه اخرى من الكونسوماسيون تاع الصيف ويشري لولده باء وانت ماشي اما كان كنا نعطيهم له في شهر اخر اوت ودبي سبتمبر يكون صرفهم وما خباهمش في جيبه ولده يقول له اعطيني كعبه بسكوي يشيلوا كعبه بسكوي لكن يجي في اخر الشهر نتاع اوت وسبتمبر في نصفه وكما كنت انت تقول يولي من الثمن كبير وثقيل على عهد الاولياء. نعم التلميذ تقريب قداش يستحق قداش يلزمه من كراسه هو معدل في العموم يعني. في العموم هو في المعدل بين 6 و10 انت والاقسام مع الاقسام الصغرى 2 و3 لكن معدل بين 6 و7 هو اي اما ثم شكون يلزمه 10 في العام انت احسب الادوات واحسب الكراس وقداش من كتاب الكتاب 13 مليون كتاب لا
نقصد التلميذ الواحد. التلميذ الواحد معدل شو؟ ثلاثة أربعة كتب. طب باش يقولوا لك كرتب لرزينة هم مش حتى عارفين كرتب. أنا باش نقول لك. لا لا ما تقوليش نعرف هذا السؤال. لا لا شو؟ المحظة ثقيلة على لا مش صحيح مش صحيح والله. توني نشوف فيهم أولاد. إيش نقول لك؟ أو مش نجاوب. صغار 13 مضايين. لا لا هذا كلام هذا كلام اما ما يهم الناس ما عادش تحب تقرا ولا ما عادش تحب يصرف هذا كموضوع اخر يعني مش قبل الكرتابله نتاع المحظه نتاعنا مش كيما توا لا شوف قبله توا اولا مش لما مشوا فماش مقارنه فماش مقارنه ما نقارنوش قبل احنا قبل كنا نمشيو نقراو حتى في لوحه وعندك الكلمه المزيانه نمحيو اللوحه حتى العلم يتمحى شي على روحه اي يتمحى ولكن يبقى في الراس يبقى في الراس والعلم في الراس مش في الكراس هذا كله نعرفوه هذا لكن زاد كي تلقى تلميذ عنده زوز ثلاثة كراسات وتلقى عنده كتاب عربية وكتاب فرنسية وكتاب رياضيات هذه اللي تقريب وكتاب مواد منها مواد العلمية يقول احنا فيزيك شيمي لا هكا فيزيك شيمي طلعنا للسيكوندير تو لأنك الصغيرات ما عندهمش عندهم ثلاثة أربعة كتب على أقصى تقدير خمسة ثم نوصل سنة خامسة وسادسة لكن من الكوليج يولي عنده ثمانية أو عشرة كتب الطفل اللي سنة أولى ثانوي من احنا نقوله توا ستيماني دو باز ما عادش سنة أولى إذا كان ما يعرفش شنو عنده جلب الأوقات ويهز كل يوم الكتاب ولا الكراسة اللي حاجته به هذا موضوع يخصه هو ويخص الولي اللي مش يتبع في ولده ترى سي سمير قرابة رئيس غرفة صانعي الكتاب المدرسي أنه فما برشا محتكرين أو ناس يعرفوا المجال ويبتكروا حتى أقلام تعزينة باش التلميذ يحتاج إلى أكثر أقلام هذا أنا أقول ما فيش احتكار طلاصة من نوع خاص مسطرة الاحتكار مش موجود في الأدوات المدرسية لسبب اثنين السبب الأول المهم كما كنا نحكي الكتاب والكراس عليها السعر مكتوب السعر فوق منها يعني أنت مش تحتكر الكتاب يكون بدينار مش ترده بدينارين ما تنجمش لأنه ثم السعر وراه على الغلاف مش ممكن وحكايه الادوات الاخرى اللي جايه من فما التجار يتجاوزوا لا هذاك ايش نقول لك ثم ناس تو يمشي يشري جو يعرف الجوم كيما نقولوا بلفين مثلا نجي من على السمو نحكي لك وانت تلقاه في على قريعه الطريق ب 500 فرنك ونجيو نقولوا لك يا ودي ما تشريش لولدك راهو يضر لسانه ويضر يده وكذا وانت تمشي تشريه تقول لي والله ما عنديش ثم المكتبه انت تمشي باش تشري قلم مثلا ستيلو يقول لك عندنا النوع هذا ما اعطيني نتاع 400 مليم ولا 500 مليم يقول لك ما عندناش مثلا خاطر المكتباجي مراقب المكتباجي يبيع الادوات اللي هي صحيين خاطر تعرف في الديوانه نتاعنا ثم لما نعملوا توريد نتاع اقلام وبعض القوم او يتعداوا على الصحه قبل ما يخرجوا للسوق هذا الشيء اللي داخل لتونس مصنوع من المواد كيميائيه واضح اللي داخلين للسوق بطريقه سليمه هذوكم كل شيء يتعداوا على المراقبة الصحية ويبدأوا موجودين في السوق اللي داخلين بطريقة غير ما نعرفوش عليها كيفاش هذاك هو المشكل وهذاك اللي يتبع على قريعة الطريق نعم سي سمير قرابة رئيس غرفة صانعي الكتاب المدرسي تبقى معايا عنا ومضى ونعود إشهار في بالك أنت في بالك وانتي هاي انتي في بالك وهو وهي في بالهما البلاد الكل تحكي في بالك زعم اللي في بالي هو اللي في بالك إشهار ضيف الماتينال إذن استعدادا للعودة المدرسية إن شاء الله تكون ناجحة وإن شاء الله الأهالي يوفروا كل مستلزمات الدراسة نتاع أبنائهم وإن شاء الله الأبناء يتوفقوا وينجحوا هذا هو المهم فما لهفة من طرف الأولياء من طرف العائلات اللهفة تصير وقت لا يبدأ نمبورت كلمة مادة ناقصة تصير لهفة لكن كي يبدأ كما سنا مثلا الكراسي اللهفة كتاب مش يشي أربع كتب وتكتبش كتاب واحد ما لازمه الكراس المدعم هو اللي تلقى فيه اللهفة لأنه أسعارها زهيدة يعني الدولة تتحمل أكثر من 50% من سعر الحقيقي نعم لأنه فما دعم فما دعم أي. الكتاب والكراسة الكتاب كذلك فما دعم في الورق احنا نشوف الورق من القصرين بسعر 2 دينارات و200 لورك السعر بتاع الورق الخارجي في 4500 ويوصل حتى 5000 للتو 4500 معدل الدعم هذه اللهفة هذه في الكراس موجودة كيبلا ما ثماش بلا نقولوا ما ثماش السنة الكراسة توجدت على السوق الواقع من نهار 1 جويلية وإن شاء الله
نهار 15 جويلية تبدأ الكميات المتفق عليها المدعمة متواجدة كلها. قد ثم 4000 طن اللي يعملوا تقريبا 17 مليون 20 مليون كراس، لأنه يعني ثم الكراس الصغير والكراس الكبير و72 اكسترا، تقريبا 16 و20 17 و20 من حتى 20 مليون كراس يكونوا موجودين باعتبار كل تلميذ يزمو 6 كراس معدل. نعم. ثم ناس 2 وناس 10 كما كنت نقول لك. لكن الله فوق يجي وقت يبدا ولي مثلا عنده امكانيه ويمشي فعاد باش يشري 5 و6 كراسات، يشري 30 كراس وهذا موجود و25 كراس اكسترا. وقت الواحد يشري 30 كراس و20 كراس سيرتن مو ثم 3 اخرين ولا زوز مش يلقاو. سي سال بروبليم. صحيح معنا هذا موجود. موجود. اي. لا انت عندك فلوس تدخل المكتبه تلقى الكراسه ب 300 وب 572 بدينار، يدخل اعطيني 20 كراسه اقل من 20 دينار، تلزم تروح. الوغ كو عندك وليد يلزم 6 كراسات. صحيح، سي سمير اشرت قبل شويه الى بعض التجاوزات اللي تصير من بعض التجار بالتاكيد. وفما كذلك السوق الموازيه موجود، يعني ما يعني هذه حالات السوق الموازيه بالنسبه للكتاب مش ممكن. مش ممكن. خاطر هو يفرق فيه المركز البيداغوجي على الفروع نتاعو في الجهات. أي. والفروع تبيع للمكتبات. والمعناها ما نجموش قريعه التاريخ هذه ما نجموش في الكتاب مستحيل. كان شي يشريه ويحطه بلاش، ما نعرفش يتفقوا مع مكتبه، هذا ما نجمش نطلعها، اما هما مستحيل تصير الحكايه هذه. في الكراس، الكراس المش مدعم يولي مدعم، والمدعم وكذا من ثم ربما نراو في السوق. ماذا ما عادش منذ سنوات وزارة التجارة واللي يعملوا في المراقبة وكل يلقاو في الشارع يلموه ما فماش برشا ما فماش. أيوه. فما البيع المشروط. والله أنا البيع المشروط هذا اللي بنقول فيه ونقولهم بصراحة، أنا ما نستعملوش ما ريتش، أما نسمع به كيفكم أنتم نسمع يقولوا فما بيع مشروط، مثلا ما يعطيك كراس المدعم 5 ولا 10 كراسات اللي ما تاخذ من عنده الكراسات الاخرين. وهذا ما نظنش. علاش ما نظنش؟ باش نقول لك، لانه كراس المدعم هما الكراس الكتابه اللي نمره 12 و24 و48 و76. لكن كراس المحفوظات، كراس ترافو براتيك، كراس دو كلاس، هذا كل مش مدعم، يعني مش مشروط. خاطر التلميذ باش يشري كراس محفوظ مش يشري الاربع كراسات النميروتين سميهم، ومش يشري كراس محفوظات، وباش يشري كراس ترافو براتيك، وباش يشري الكبيره والصغيره والاخير، وكراس تصوير، وكاس كراس الزينه، وكل باش يشريها. معناها كي باش يشري هذوما مش بالضروره يقول له ربما مكتب يجي يقول اخي جاي تاخذ من عندي كان 4 كراسات مدعمه، خاطر هو تلقاه شري الادوات اللازمه الاخرى، الكراس مش مدعم والكتاب في مكتبه اخرى، ويجي لي هو ياخذ من عنده كانك 4 كراسات المدعمين اللي هما بلاش. ثم بعض ربما اللي التجار يقولوا لا كي نعطيك انا 4 كراسات مدعمه يلزمك تاخذ من عندي كراسه المحفوظات وكراسه الترافو براتيك وكل اللي هو باش يشريها، اما يشريها من المكتبه هذه ويشي من المكتبه الاخرى حاجه اخرى. ثم مكتبات ربما مش ميساعدهمش يتنرفزوا، خي باش يبيع لك انت كيما نقولوا 6 و10 كراسات وتشي مع عند واحد اخر ب 80000 غير مدعم، ولا تلقاهم الناس هذوك اللي يلموا في الكراسات المدعمه باش يحصلوا الماكسيموم زعما الاولاد. واضح. سي سمير قرابة، إذا تؤكد أنه كل العناوين تقريبا جاهزة بنسبة أكثر من 90% برشا. نعم. ما زلنا في يدنا مثلا أكثر من 10 أيام، أنا باش نقولش نهار 15 قبل إن شاء الله يكون حاضر. إذا الكميات الضرورية متوفرة. الأهالي العائلات يكونوا مطمئنين. مطمئنين موجود. يلقوا كل شيء. أثناء هك شوف وصلنا تول سبتمبر وما سمعنا حتى واحد يتشكى من نقص أو حاجة. ما فماش ترفيع في الأسعار كما قلت. لا 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 ثم شو لا ثم ترفيع في الأسعار في الكتاب. لا لا كلمني. أي ما ثم حتى مليم في الكتاب. أي. في الكراس المدعم السعر موجود منذ سنوات ما تغيرش ومكتوب على الكراس على الغلاف نتاع المدعم. أي. الكراسات الغير مدعمة هي نقصت السنة من 5 إلى 10%، ثم شكون نقص 15 من 10 إلى 5%. علاش نقصوا؟ على خاطر الورق السنة نزل السعر نتاعو العالمي نقص شوي تراجع. تراجع. واضح. واضح. ان شاء الله عوده مدرسيه ناجحه لاولادنا، وكما بدينا نقولوا ان شاء الله ناجحه، وان شاء الله ولادنا يمشوا يقراوا ويعبيوا من العلم ما شاء لهالبلاد. احنا في حاجه الناس علماء، الناس يفكروا، ناس متربين، رباية ثقافة، رباية راية ثقافة والقراءة والكتاب والتعليم. تصور أنت إنسان ما يمشيش المكتبة كل شنو اللي يفرقه بينه استغفر الله العظيم وبين حيوان. صحيح. وبين إنسان متعلم ومتعلم أكثر من أخوه. واللي متعلم أكثر هو اللي يعرف أكثر ويقولوا احنا نكملوا. اللي مقرا مدراء ولا يستوي العالم الذي يعلم والذي لا يعلم. صحيح. نعم.
شكرا سي سمير قرابة، وان شاء الله يعني عودة كما أكدنا مدرسية ناجحة. وتحية تحية للمربين، لمديري المدارس، للمعلمين، للأساتذة، للناس الكل، للإداريين، للحارس نتاع المدرسة، للمرأة اللي تنظف، للناس الكل اللي يشتغلوا في هذا القطاع، تحية لهم من القلب. رجال التعليم هم التاج على رؤوسنا، هم اللي قرّونا، وهم أباتنا، هم أسيادنا، هم أسيادنا وأباتنا، أكمنا حتى سيدنا، ولكن هم الأباء متاعنا الروحانيين متاعنا، هم اللي علمونا، هم اللي قرّونا، اللي قرّاه كلمة نوع، واللي قرّاه درس كامل نوع، واللي قرّاه برش دروس أكثر وأكثر. شكرا، مرحبا بك. بارك الله فيك سي سمير قرابة، رئيس غرفة صانعي الكتاب المدرسي.